بسيطة يا رجاء، بسيطة. والله لو بدي ضل بعمري يوم واحد، لو بدي ادفع ما فوقي وتحتي وضل على الحديدة لبصلك لحبل المشنقة يا خسيسة. وانا عارف لك يا حكومة، لك يا حكومة، بدي رقيب عبان الله يرضى عليك. صباح الخير سيدنا. شو بقى محمود، شو قرصت على عربي؟ انت لساك عند وعدك سيدنا؟ وعد شو؟ مشان تربيت هالضلايل الغدار المزحوك ابو سعده، يعني في حال فهمان بقى سيدي لملمت لك معلومات حول رجاء. ليش عرفت شي ابو حمود؟ عرفت شي خطير كمان. هات لنشوف شو عرفت. اختك ام حمود شافت ابن رجاء الصغير بالصدفه، وجيت انا عدن المؤاخذه بلغ جنابكن على الحارك. وبرتك وين شافت ابن رجاء؟ كله حلاب هالنبار عمي؟ بإذن الله كله حلاب. على خير عمي، على خير. شرف عمي أبو حدين، شرفنا ورجيك باقي الرزق بيكون وصل عارف أفندي إن شاء الله. لا حول الله لك، لا حول الله، لا حول الله من أمر الله. خلاص يعني الأرض عتنبار عتنبار. انبعت وخلصت لك قادري، انبعت وخلصت. لا لا تقولها، لا حول الله لك، لا حول الله. يا حوينت الأرض لك، يا حوينت الرزق. اي والله يروح هيك دعوسي وبلاش. الله ينتقم اللي كان السبب، الله ينتقم اللي كان السبب. اي والله لا تخاف يا قادري، لا تخاف، رجاها بدها تلطيط وبتنال جزاتها. امتى لك عمي امتى؟ اعطيني عمر لك اخ على ما تعلم ايدي اخ. بس وين انا، وين ويا وين؟ ليش لا تعذب حالك قادري؟ ليش؟ عارف افندي حلف ميت يمين وتوعد، لو بدي حط اللي فوق واللي تحت بدي اعسر عليها، وما راح يهنال وعيش حتى يشوفها مشنوة بالمرجي. بعد شو لك صابر؟ بعد ما راح الغالي رحمة الله عليك يا حاج بكر. لك الحاج بكر اللي بتخلق له 7 بلاد بحالة، ملوك وزعمة بتضرب له تعظيم سلام. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه من حاله، يخرب بيته حرمتنا من رزقنا ورزق عيالنا. يخرب بيته. وارتاح عمك ابو عفان، اول ما تلين الدنيا رح يجيب طنبور وناخذك وننزلك انا ويا عشان باذن الله تعالى. بالوقت الحاضر رح تنزل بيت بني امريه عند اخوها للحجه سكينه، ها لبين ما تنجلي الامور والله يفرجها. واخي ومرت اخي رح يكرموكي ويحطوكي بعيونهم من جوا يا رجاها. غلبتكم معي يا حجه، وانت كمان يا سيدنا الشيخ، وحملتكم مسؤوليتي كل هالمده. لا يا بنتي يا رجاها، أنا لو ماني متأكد من براءتك 100% ما كنت تحملت مسؤوليتك ولا دقيقة واحدة. بس أنا بعرفك، بعرفك وبعرف أخلاقك منيح. وتراب سيدنا محمد، وتراب الأولياء الصالحين، وتراب جوزي شهر اللي ما خلوني يتهنى فيه إني بريئة يا سيدي، بريئة. صادقة يا بنتي يا رجاها، صادقة. المهم تطلعي من مديرة يا بنتي يا رجاها، توصلي على الشام سلام وأمان، ولكل حادث حديث، ولا بد إن تنجل الأمور. وربي ربي بعدي اسمه رح يوقف معك. الله لا يمرمطكم ورا محبي يا سيدنا، ويجبر بخاطركم دنيا واخره. قادر يا كريم، هذا واجبنا يا بنتي يا رجاها. وبعون الباري لما تصل على الشام كل شيء رح ينحل. قلبي ناطف على بنتي عزه يا سيدنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هلا يا بنتي انت وصلي على الشام، وساعات انا براسي بنزل عند اختك على عربين وبجيب لك عزه لعندك. روح الله يجبر بخاطرك ويطعمك زيارة سيدنا محمد قادر يا كريم. الظاهر هذا أبو عفان جاي لهون مشان نوضب أغراضنا على بكير، عن إذنكم لشوفه. خير، شوف يا ابني. بعد إذنك يا سيدنا، معنا أمر بتفتيش البيت. بيت؟ بيت مين بدكم تفتشوا يا ابني؟ بيت جنابك يا شيخ محمود. خير لشوفي؟ شيخ محمود خذ لنا طريق وراح تشوف بعيونك. شوفي بس يا ابني. بس شو شيخي؟ ما في شيء يا ابني،
بس بدي اخذ لك طريق وخلي الحريم تتسكر. تفضل. عن اذنك. هو الطريق. شباب حاطوا بيت مثل جناب، يلا ما بدي نام يا جهرو. مبارك عليك الارض عمي. الله يبارك فيك عمي. مبروك عمي ابو محدين. الله يبارك فيكم جميعا. الله يجعلها آية الرزق عمي. علينا جميعا ان شاء الله. سمعونا الفاتحة عن التوفيق. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صراط المستقيم. والله العظيم. وبالنسبة للمرابعين راح يضلوا باشغالهم واعمالهم مثل ما كانوا قبل، معززين مكرمين باذن الله. الله يخلينا اياك يا عمي ابو محدين، ويزيدك ويعطيك من عطاه ويقدرنا على مكافاتك. ونحن بخدامتك وتحت امرك عمي. ربي يديمك يا ابو محدين بجاه الحبيب محمد، نحن ايدك هي لايدك هي. نبشارة يا شباب، نبشارة يا شباب، نبشارة. نبشارة يا عارف افندي، الشرطه لاقوا رجاها، لك الشرطه لاقوا رجاها. شو اللي صار يا حجه؟ كنا قاعدين بدنا ناكل بامان الله، وقام طبوا علينا الشرطه وفاتوا على الدار، اخذوا رجاها والشيخ محمود وراحوا يا مختار. وشو عرف الشرطة انه رجاها كانت عندكم؟ الله اعلم يا مختار. طيب شو صار حديث بين الشيخ محمود وبين الشرطة؟ سألوا اذا حدا بيعرف بوجود رجاها عندنا بالدار غير انا وياه. ايه وشو قال لهم؟ قال لهم الشيخ محمود انه ما حدا بيعرف بوجود رجاها عندنا غير انا وياه وبس. خير ما فعل، خير ما فعل، مشان اعرف شلون اتحرك وشلون خلصوا من هالمصيبة هي. يطعمك حجة يا ابو عفان، توقف معه وتطمني عليه. الله يطمنك على اولادك بجاه الحبيب المصطفى. اطمني يا حجة، رح وقف جنبه وإن شاء الله رح تنحل هالقصة على خير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا اعتراض على حكمتك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. التستر على مجرم يعتبر جريمة بحد ذاتها يا شيخ محمود، ولا أنت غايب عن فكرك هالشي؟ هذا اللي صار يا عدل افندي. كان لازم تحلمني، اذا مو من شان رجاها من شانك انت، من شان مكانتك بين الناس. حلو بكره الناس يقولوا الشيخ محمود العالم المنصف المحط عم يتستر على حرمه هربانه من وجه العداله. لاني متاكد انها بريه، فكان لازم يتستر عليها يا عدل افندي. الحرمه وحدانيه وما لحدا غير رب العالمين. مختار ابو عفان على الباب سيدي. خليه تفضل يا رقيب عرمان. تفضل يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين ابو عفان. صحيح سيدي مثل ما بيحكوا الناس انه رجاها التقت عند الشيخ محمود؟ صحيح يا ابو عفان، صحيح. صحيح الكلام يا شيخي؟ اي نعم يا ابو عفان، رجاها كانت بحمايه الله وحمايتي. الله اكبر، الله اكبر. هلا غريب على شيخ بلد يا ابو عفان يحمي حرمه الارمله بداره. مو قصدي، بس يعني. شو قصدك يا ابو عفان؟ يعني كان لازم تخبر عدلي افندي او تخبرني الي انا. والله هذا اللي صار يا ابو عفان. هي شغله كبيره يا شيخي، والتستر على حرمه هربانه من وجه العداله قصه مو معقوله. شيخ البلد بحق له يتستر على حرمه من بنات الضيعه يا ابو عفان. والقانون وصفه يا شيخ محمود. القانون على راسي وعيني يا عدلي افندي، بس كمان شيخ البلد حريص على القانون والناس، حرص الام على وليدها. هالحكي لا بيعرفه مدير الناحيه ولا بيعرفه القانون يا سيدنا الشيخ. هالشي ما رح يصل لحدا يا عدلي افندي. وشو رح يكون موقفي اذا وصل هالشي لمدير الناحيه او لمدير المركز بالقصر العدلي؟ قولك يعني شغله الشيخ محمود رح توصل لمدير الناحيه؟ عم اقول اذا وصل الخبر يا مختار. انا عندي راي سيدي. شو هو يا مختار؟ يعني عدم مؤاخذه سيدي، شو رايك لو تضل القصه بيني وبينك وبين جماعه المخفر هون؟ حاكم كلهم بحبوك وما بيخالفوا لك رايي، لانه مو حلوه بحق الشيخ محمود ندخله بهيك قصه، وخاصه قصدك الخير. هاي بالاخير رجاها شو بده يصير فيها يا ترى؟ اذا ثبتت عليها التهمه بجوز يشنقوها لك ابو سعده. اعوذ بالله. معقول؟ لك ابو حمود اللي هلا معقول الشيخ محمود يخبي رجاها عنده بالبيت وما حدا يعرف؟ هيك الناس عم بيقولوا. يا سيدي الناس بتحكي شراوي غراوي. قلتك. طيب عرفت لي مين داز على الشيخ محمود بالمخفر؟ يعني عدن المؤاخذه منين بدي اعرف انا يا ابو شريف؟ عود لقلك. لك شفت لي هالنواصي؟ لك شفت لي هالنواصي هذاك اللي قاعد هنيك؟ لك ايه والله، لك هذا وسعده قاعد عم يطبق الزباين مشان يجي يسهروا عنده اليوم بالليل. معقول عم يفتح التلفزيون والناس قتل بعضها؟ يا سيدي على قول الايلين هو نفسه الدنيا بيعملها، عم يفوت الزباين على الهسي بعدين بيشغل هالتلفزيون. فعلا طلع نواصي، لك الناس اكل الحزن وهو عم يدور على مصالحه. قليل فهم بعيد عنك.
اساسا ما عم تصير المشاكل بهالبلد الا من حسن حظه لهالنواصي. وشلون هي بقى؟ ما فهمت. لولا المشاكل اللي صارت بهالبلد لكنت انا شغلت تلفزيوني ولطشت منه كل الزباين، بس انا يا ابو شريف اصيل ومؤصل، انا ما بخلي تلفزيوني يدور والبلد بهالحال هاد، لانه لازم راعي حقوق الجيره، ولا انا غلطان يا ابو شريف؟ ابو حمود انت كلك ذوق مفهوميه. يا ابو سعدو صايم مسكين رجع. اي نعم. وين هلا هي؟ شو هو عندهم؟ صلاة محمد. ايه وين حاطينها؟ بالحبس بالحبس. وين هي؟ وينها؟ وقعتي بعدين يا نكارة الخبز والملح؟ وقعتي؟ وعزت ربي يا سيدي، وعزت ربي يا سيدي، ما لي علاقة بكل شي صار، ما بعرف شي والله العظيم ما بعرف شي أنا. ومين رح يصدقك يا رجاها؟ مين؟ كل اللي بيعرف رجاها يا سيدي بيعرف إنه أنا مستحيل أعمل هذا الشي. لازم تصدقوني يا سيدي، لازم تصدقوني، أنا ما بعمل هيك شي، مستحيل أعمل هيك شي، مستحيل. ولك على مين هالحكي يا بيعت العشر بكمشة قروش؟ على مين؟ ورب العالمين يا سيدي انه انا شاريتكم، ورب العالمين انه انا ما ببيعكم، طول عمري خدامتكم يا سيدي، والله ما ببيعكم، صدقني يا سيدي صدقني. لا تغلب حالك يا استاذ عارف، عدلي افندي بيقوم بالواجب وزياده. كلام المختار ابو عفان في عين الصواب يا عارف افندي، طالما في من ينتقم لك من رجاها شر انتقام، ليش تعذب حالك وتسول وتقول يا ابني؟ لا تواخذونا يا جماعة، بس الخاينة قتلت الحاج بكر، والحاج بكر كان النور اللي منشوف فيه، الحاج بكر كان كل حياتنا. نحن مقدرين محبتك لأبوك يا ابني عارف، ومقدرين الوجع اللي حل فيكم بفقدانكم للحاج بكر، بس اتأكد إذا رجاها طلعت مذنبة رح تنال جزاتها على أكمل وجه. بس أنت برضاي عليك ريح لي حالك وحط إيديك وإجليك مي باردة، عدلي أفندي أدى وقدود. وإمتى رح تحولوه على المحكمة يا عدلي أفندي؟ لتنتهي الإجراءات اللازمة منحولها على المحكمة يا عارف أفندي. وإمتى بتنتهي الإجراءات اللازمة؟ خلال يومين بإذن الله. بترجاك يا عدلي أفندي، بترجاك تحولوا رجاها على المحكمة بأسرع وقت ممكن، لأنه أعصابي ما رح ترتاح وما رح تهدى حتى أشوفها محكومة. ها؟ اهدأ اهدأ وطول بالك يا أبني، بإذن الله نحن نقوم بهالشي على أكمل وجه. عدلي أفندي رح يكفي ويوفي يا أستاذ عارف، بس انت طول بالك شوي وتأكد ان ما رح تفلك من العدالة يا عارف افندي. حذاري يا عدلي افندي تتراخوا بقصة رجاها، لانه انا رح وكل اهم المحامين بالبلد، ويكون بعلمكم اني رح احكي مع اهم الشخصيات بالبلد لتنال رجاها جزاتها، وما رح اقبل فيها اقل من اعدام. رجاها خربت بيتنا، خربت بيتنا كلياتها، كل اهل الضيعة بدنا اياها هلا. شو بدنا يا ابو عفان؟ بدنا دم رجاها هلا، يلي خربت بيتنا وبيت اهل الضيعه كلياتهم، بدنا نشرب من دمها هون احنا. لازم تموت رجاها قدام العالم كله. هي مو شغلتك انت وياه وياه، فهمتوا؟ انام، هي شغلة مغفر بس. شو مفكرين نحن اهل المدن؟ شو وين كان المغفر اصلا وقت اللي رجاها قتلت الحاج بكر؟ وين كان؟ وين كان؟ ايه؟ وين كان المغفر؟ لما هالمخدومه حرقت الرزق؟ نحن رح نحاسبها. ولا مفكرين الشغلة سايبة؟ هلا لازم تنعدم رجاها، هلا لازم، هلا هلا تموت رجاها. ويا سيدي مالنا مزعجين من هون حتى تعدموها قدام عيوننا هون. احكي لك كلمة يا شيخ محمود، انت كلمتك مسموعة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمع انت وياي يا ابني، كل واحد منكم يروح يشوف شغله، الحكومة كفيلة برجاها وامثالها. يلا نشوف. ما رح نتحرك نور الشمر حتى تنعدم رجاها. لك شو هذا من بطيخ مسمر؟ الشغلة فيها مديرية الناحية والقصر العدلي وقضاة ومحامين وألف سؤال وجواب. تضرب رجاها وساعة التقت رجاها، عجبك على هالقرنة يا مختار؟ صلي على النبي وطول بالك يا سيدي. اللهم صلي على النبي، بس منين بدك تجي طولة البال والناس زاحفين على المخفر من تتتر؟ يا سيدي هي شغلة عادية، إنه الناس المتضررين يفوروا ويسوروا. شو بنا سيدي؟ طول بالك شوي. بس مو توصل الشغلة للهجوم على المخبر، يعني لولا وجودك وجود الشيخ محمود ما كنت بعرف شو صار. هاي هدينا الجو ومش الحال. بسيطة. مع مين رح تحكي؟ مع مدير الناحية ليجوا ياخذوا رجاها من عندي، ياخذوا هالبلوة بهالعجلة؟ لا
بدك ياني استنى ليهدوا المخفر فوق راسي وراس عناصري؟ يعني بدك تحولها على الناحية بدون تحريات وبدون تحقيقات؟ إن حققنا معها بالمخفر أو ما حققنا هنن رح يحققوا ويصطفلوا منهم إلها بحققوا معها بيتحروا بيعدموها. المهم أنا أخلص منها يا أبو عفان. حاضر سيدي حاضر مثل ما بدك. وبالنسبة للشيخ محمود طالما ما حدا جاب سيرته معناته هو برات الضرب. طيب شو رأيك نخليه يطلع برات مديرة هالكم يوم؟ شو الفائدة من هالشي يا أبو عفان؟ يعني مشان الناس ما ياخذوا ويعطوا معه وتكبر القصة وتنتشر، لأنه أنت بتعرف الناس بيعملوا الحبة قبة. هيك قلتك؟ اي نعم. وإذا احتجنا له نحن يا أبو عفان؟ رح نجيبه على الحارك ساعة اللي بدك إياه. يلي بتشوفه يا أبو عفان، المهم أعرف وين رح تصير أراضي. حاضر سيدي، السلام عليكم. ألو يا ابني، أعطيني مدير الناحية المساعد عدل رئيس مخبر مديرة. طمن شيخي، على كل حال أنت عملت عين العقل لما ما جبت سيرتي قدام الشرطة وقلت له أني بعرف وجود رجاها عندكم في البيت، لأني بهالحالة هاي بقدر أتحرك بحرية. فهمني شو صار يا أبو عفان لأنه قلبي قبضي. يا سيدي اتفقنا أنا وعدلي أفندي أني نهربك الليلة برات البلد. هربوني؟ ليش وأنا قاتل ولا سارق لا سمح الله لحتى أهرب؟ قصدي تبعد لك كم يوم عن البلد مشان ما تتعرض للسين والجيم بخصوص رجاء. بس خايف يزداد الطين بلة طلعتي من البلد يا أبو عفان. طلعتك من البلد يا شيخي أهون ألف مرة من جرجرتك من نظارة لنظارة. هلأ خلينا نمرق شغلة شغلة وبعدين بحل الحلال. أنت بالأصل ما حدا جاب سيرتك بنوب. بعدين مديرة من صغيرة لكبيرة ما له سيرة غير رجاها والانتقام من رجاها. ليش فكرك هالشي هذا بيسعدني يا أبو عفان؟ أنا متأكد إنه البنت مظلومة وبريئة مشان هيك لازم ضل واقف لجانبها. لذلك أنا بدي خلصك من هون بأسرع ما يمكن حتى نقعد أنا وأنت ونفكر سوا كيف بدنا نخلص رجاها المسكينة. حسبي الله ونعم الوكيل على البلية. حسبي الله ونعم الوكيل. أليا واقف على إجريك ما بتعرف شو أقدر عليك. كله نصيب شيخي كله نصيب. المهم هلأ اليوم بعد صلاة العشاء بتجهز لي حالك أنت والحجة سكينة. حسبي الله ونعم الوكيل على هالبلية اللي لا كان تاع الدار على الخاطر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. يسلم ايديك يا حجي. أهلين سيد عارف. بدي خبر خبرية حلوة كثير أستاذ عماد. هات خبرني وطمني. اليوم مسكوها للمتهم رجاها وهلا هي مخفر مديرة. شو هالحكي؟ إيه مبروك. ألف مبروك. فبدي من جنابك تعجل التحويلة للمحكمة أستاذ. منقول إن شاء الله. هلأ إجا شغلي سيد عارف بده يكون منفذ فيها حكم الإعدام بأقرب وقت أستاذ عماد. إذا بدنا نبيع اللي فوقنا واللي تحتنا. لك إذا ما بده تضل حيلتنا حيلة بدك تضل ورا أهل هالبنت الحرام لحتى توصل لحبل المشنة وتموت شرموتة. لك مين لك رح أعمل غير هيك؟ أنا لك عريفة مين؟ والله والله إذا بيكون في وراها عضو مجلس نيابة أنا اللي بوصلها للمشنة بإيدي أنا. هيك حيما لازم تنعدم ألف مرة ومرة. وحدة نواصية وقلة أصل. لك فوق أبوك الله يرحمه ما كان مقوية هي وجوزها وولادها. تردنا بهالطريقة؟ خيرك عمتي. شو صاير لحتى جبتوني من بيتك واع وكاب؟ هي مغضوبة المسكت وعارف كنو البشتكنا الخبرية. صلاة محمد مسكوها لهالداشرة. وأنت محاكمت لك عمتي؟ أنت؟ أنا قريب عمتي محاكمت إن شاء الله أنا قريب. منى عيني يا عمتي. منى عيني نشوفها معلقة على حبل المجنقة. لك هل تحرق الرزق وتموت الحج بكر زينة أهل الشام. ولك هي ما بدها موتة واحدة. هي بدها ألف موتة وموتة. وحياة عينك يا عمتي. وحياة عينك يا عريفة. أنا اللي بيوصلها للقبر بإيدي. أنا أنا رايح أخبر وفي الله المغضوب المسكت. أكيد رح تنبسط بالخبرية. رحمة الله عليك يا حاج بكر. رحمة الله عليك. أنا مرحبا خالتي موفيق. الحمد لله. خالتي ممكن أحكي مع وفيقة؟ موسيقى
يا رب يا رب، حط على عيون الناس غشاوي لبين ما طالع الشيخ المسكين برات البلد رأفة بكبرته ورأفة بهالمسكينة رجاء. سيدي لوين اخذيني؟ بدي اروح اطمن على اولادي. الله يخليك يا سيدي، الله يخليك. وحدي الله، راح تشوفي اولادك، بس انت اهدي هلا، اهدي. بس اطمن على اولادي، بوس ايدك، بس اطمن على اولادي، الله يخليك. خلاص، هلا بتشوفيهم. بس اطمن على اولادي، بوس ايدك يا سيدي. راح تشوفي اولادك. كركني هلا. بوس ايدك يا سيدي. بوس ايدك يا سيدي. يا سيدي دمينك يا سيدي. يلا. راسي دميرك يا سيدي، دميرك يا سيدي، ضلوا على باب المغفر يا ابني، وحي الله حركة، حي الله إشكالية، بتقوصوا الفشك على الصايب، مفهوم؟ على حضر سيدي. لك قادري حميد ربك إنه أبو محدين طلب بذات شخصه من المرابعين ضلوا شغالين عنده بالأرض، بقى أنت ليش عم ترفض النعمة برجليك؟ ليش؟ لك عليم الله إنه كرم أبو محي الدين وبشاشته ما بتتفرع عن أطباع الحاج بكر، ألف رحمة تنزل عليه. طيب ليش لك يا قادري؟ هلا اذا تركت الشغل من هون من عند ابو محدين وين بدك تشتغل؟ لك انت شايف البلد فقر وتعتير وما في شغل، لك الواحد ما عم لاقي شغل يطعم اولاده وعياله الا بطلوع الروح. لك يا قادري الله ما بينسى حدا عمي، الله ما بينسى حدا عبدول، ما بينسى حدا، بس انا هون مياتي خلصوا خلصوا، بعدين مو ناقصني. الله وكيلكم وحياه من طعمنا هالخبزه يا جماعه. قديش كان يبهدلني الحاج بكر؟ والله على قلبي كان احلى من السكر. اي والله الله يرحم ترابه. لك يا قادري كلياتنا زعلنا على الحاج بكر. ايه شو يعني اذا ضلينا زعلانين رح يرجع الحاج بكر؟ لك الحاج بكر مقروم من البال حتى يوارينا التراب، بس شو العمل ورانا عيال بدها ماكل ومشرب وملبس. مو على اساس حكيت لنا انه اختك ملاقيت لك عروس بمسرابه بدك تتجوز؟ لك منين رح تامن تكاليف هالجازه يا رجال؟ منين؟ الله بيدبر يا جماعه، الله بيدبر، الله بيدبر، ما بينسى حدا. انا بزماناتي حالف يمين على هالرقبه هي ما بيتجوز الا بشور وقول الحاج بكر الله يرحم ترابه. وين هلا الحاج بكر؟ وين الحاج بكر الله يرحم ترابه؟ وين الحاج بكر وين الجواز كمان؟ رجوني لعند اولادي يا سيدي، دخيلك يا سيدي، دخيلك يا سيدي. هلا بتشوفي اولادك يا بنتي يا رجاء. دخيلك يا سيدي، دخيلك يا سيدي، دخيلك يا سيدي، دخيلك يا سيدي. هلا بتشوفي اولادك. هاي ما هاي تفضل. اهلين عبد الفندي. احترامي سيدي. شو جايبك بهالليل؟ مصيبه يا سيدي، مصيبه بلوي حلز علينا. اهل الضيعه كلهم هجموا على المخفر لنكسروا وطبشوا مشان ياخذوا المتهمه رجاها، لذلك انا جبتها لعندكم مشان جنابكم تتصرفوا. ماشي ماشي، راح الليله بقيتها هون وبكره الصبح بنفسك بتجي بتاخذها على القصر العدلي، وانا هلق راح اتصل بالنائب العام. يا عسكري خذوها على المضارب. عاد يا فندي بوس ايدك يا عاد يا فندي. حركي انت شو اولادي يا فندي؟ انت شو اولادي يا فندي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ربي أرضني يا أبو عفان. صلي على النبي. إيش وقت القتيل أنت؟ ماني حابب أطلع من المديرة بهالأيام مبلوك. إيش واخدك على الصين أنا؟ شح الشام، لحشة حجر، وإمتى ما بدك ترجع؟ يا أخ توكل على الله. يا الله. يا الله. بسم الله على الله. يا رب. الرقيب مرهج اذا كان نايم، خليه يجي لعندي على المكتب بسرعه. على السلامه سيدي. على السلامه سيدي. احترامي سيدي. ومن يا مرهج، صار شيء بغيابنا؟ ما صار شيء سيدي. هذا قرب هو بصوب المخفر؟ ما حدا هو سيدي. اصبح طلع له للحرس يفتحوا عيونهم 10 10. أمرك سيدي. لك شلون وافقت على تبعيد الشيخ محمود من البلد يا مساعد عدلي؟ شلون؟ غلط هالشي. ايه غلط. بركي بكرة صارت لردي او انطلب الشيخ محمود للتحقيق او الشهادة بصفته كان مخبيها لرجاها عنده، وكان الشيخ محمود غاطط من الوش. لذلك مو لازم حدا يعرف بموضوع الشيخ محمود، وإلا أنا رح أتحمل المسؤولية. عجل دق الباب رح طحيلي شبك. أبو نظمي افتح أخي افتح. أنا الشيخ محمود ومعي أختك العجلة سكينة. يلا مو معقول. انا بحلم ولا بعلمي يا جماعه؟ الشيخ محمود ذات نفسه واختي الحاجه سكينه. هاتي هاتي عني اختي، هاتي عني. هات سري هات. شو هاد اللي معكم ولد؟ جوا جوا بنحكي قصه الولد اخي. يا شرفو شرفو. يلا 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 يا رب. تفضل ادخل. أهلاً خليكم، تفضلي. تفضل سيدي. ترامي سيدي. أهلاً عدلي أفندي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، سيدنا المطلوبة رجاها لعبد الله وهي الإدبارة تبعها. يا أحمد. حاضر سيدي. خذ المتهمة على الحجز يا ابني. حاضر سيدي. هيك يا سيدي بدون ما تستفهموا مني. راح تروحي يلا على النظارة وبعدين بنحقق معك. لا لا يا سيدي لا. بوز ايدك يا سيدي، عندي كواب لحق مالهم بعد رب العالمين غيري انا. بوز ايدك يا سيدي غير المخطط من عليهم. بوز ايدك يا سيدي. بكره رح ننظر بامر مشاهدتك لاولادك يا بنتي يا رجاء. خدها يا ابني. حاضر سيدي. دخيلك يا عبي يا فندي، 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 دخيلك يا عبي يا فندي. شرف شرف، ارتاح مساعد عدلي. شكرا شكرا يا سيدي، الله يخلينا ياكم ويعلي مراتبكم. شو الأخبار؟ شو الأحوال؟ احكي لي لشوف. الحمد لله مستورة كل شيء تمام يا سيدنا. هات لشوف. احكي لي عن ملابسات الحادثة يا مساعد عدلي. Yeah.
طولي بالك ولك اختي واستهدي بالله. بعدي عني. محسوبتك رئيفة، نزيلي عتيقة بهالسجن. تشرفنا. بس الله يخليكي، مالي خلق احكي مع حدا. شو عم تحكي ولي؟ شو ما حدا عاجبك؟ هلا فيك تقولي ليش عم تضربي انتي؟ طولي بالك يا معوض، روقينا من شاني. عدي عدي يا اختي، عدي عدي، هدي هدي، لا تعصبي وفكي هالعقدة. صدقيني ما في شي بالدنيا بيستاهل. خير، شوفي تقبريني. شفت امي بالمنام عم تندهلي، وينك يا عزه وينك يا عزه؟ خير ان شاء الله خير. ولك يعدمني اياكي انت وبنت اختك. ولك انا الك ماني طايق، لسه بتجيبي لها الشيطان الصغير كمان؟ انا ناقص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله حولك وحولك، بسم الله عليك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خدي حبيبتي اشربي لك دمعك، باذن الله امك ما على قلبها شر. يا رب يا مفرج الكروب والهموم والغموم، تفرجها علينا يا سامع يا كريم يا رب. طمني بالك حبيبتي، بإذن الله أمك ما على قلب شر. وأمتى رح تاخذين لعندها؟ والله اشتقت لها كتير. بهاليومين بإذن الله منروح لعندها. أكيد خالتي؟ أكيد حبيبتي. المهم هلأ أنت طمني بالك وتنامي وترتاحي. يلا. لك وينك يا معلولة؟ شو عليتي هنيك؟ شو صار؟ حمل هالكوابيس شلون على الآن تلها البنت وما عم تفارق. يبعت لي حمى إن شاء الله. شو الحل يا ربي؟ شو الحل؟ يا باسط الأرض، يا رافع السماء، يا جابر المكسور، يا ناصر المظلوم، يا هالك الظالم، يا مفرج الهم والكرب والحزن، يا رب انت العالم بحالي والغني عن سؤالي. يا رب يا رب، اذا مو من شاني من شان ضناي عز وعزيز، يا رب دخيلك يا رب يا رب. لساتك عم تبكي؟ حرامي اللي عم تساوي بحالك. الصبر، ما إلك غير الصبر. قومي معي، قومي معي. سمي بالله وكلي. لازم تاكلي، ما بيصير هيك. إذا بتضلي على هالحالة بتموتي. بكرة قدامك يوم طويل من الصبح لآخر الليل على أخذ وصد ورد. أنت لازم تكوني قوية مشان تقدري تدافعي عن حالك. سمي بالله وكلي. اسمعي مني، أنا واحدة مجربة. كل يلي بيفوتوا لهون أول شي بيشوفوا الدنيا سودة بعيونه، والأرض بكبرها كلها ما عم تسعون. بعد ما يمرق شوية وقت بتتعودي على المطرح، وشوي شوي بتمرق الأمور وبتهون عليكي. صدقيني الله بيبلي وبيعين. انت شو اللي جابك لهون؟ اللي جابك يعني مظلومة. الله شايف وعارف. ما قلتي لي شو اسمك؟ اسمي رجاها. اسم غريب بس حلو، رجاها. ولك تعي نامي، خلصيني بقى، ولا الليلة كمان بدك تنامي عند بنتك؟ بخ بطي صوتك، بطي صوتك،
ما صدقنا على الله قيمت البنت نامت. البنت عم تشوف منها ما ترديها عند امها وعم تفيق مرعوبه وخايفه. يعني لامتى هالحاله لك سعده؟ لامتى؟ لاقي لك حل هالشغله بقى. احسن ما تطلع براسي واعمل لي شي شغله ما صارت بلوبها. لعبة رح تطلع روحي. ولك والله رح تطلع روحي. يعني شو ساوي لك؟ شو ساوي لك؟ امر الله وحصل. البنت ما لها غيرنا بعد رب العالمين. نعم نعم، شو امرتي سعده خانم؟ البنت ما لها غيرنا؟ اهلين والله اهلين. يعني ست البنت بالحوائل مشان ترتاح انت؟ البنت الى ام، سألي عنها، امها اولى فيها. يعني ما سمعت من الشرطة انه امها هربانة يا دياب؟ ما سمعت؟ ايه روحي سألي عنها، دوري عليها. اذا امها هربانة نحن مجبورين ندابل فيها. والله سمعها. لك وين بدي اسأل عنها يا دياب؟ لك قلي وين؟ قلي. بجهنم الحمرة اللي تحرقك وتحرق اهلك. العمى على هالمصيبة. ولك كمان نحن من نعرف نعيش. ستي انا بدي نام، بدي نام على كيفي مو على كيفك. انا كل يوم والتاني عفز عزعية هالفصعودة هاي. العمى على هالقصة. لك تضرب بشكلك شو قليل ذوق. ليكي وليه مسلولة معلولة؟ ما رح ابتلي فيكي. من بكرة بتنزلي بالدوري على امها للبنت. احسن ما تطلع خورتي وما عاد تنزلها. فهمتي؟ ادخل. البنت احمد رجع لعبد الله سيد القاضي. ارتاحي يا بنتي. ليش ورد خاطرك يا سيدي؟ استنوا يا ابني برا انت. شو بتقولي بالتهمه الموجهه الك يا بنتي يا رجاء؟ بريء يا سيدي، الله وكيلك بريء. كل هالبراهين والأدلة الدامغة ضدك وبتقولي انك بريء؟ الله يعلم يا سيدي اني انا بريء. الأدلة بتأكد انه انت ورا هالفعلة، فلا تعاندي وتلفي وتدوري. الاعتراف جايز يخفف عنك. اعترف بشو يا سيدي؟ اعترف بشي ما عملته. الله وكيلك ما عملت شي. انا ما عملت شي. يعني رح تضلي معندك؟ هات المصحف الشريف يا سيدي لأحلف لك انا ما دخلني بكل شي صار. ما دخلني بكل شي صار. زدتني مشان الله زدتني. طيب مين له مصلحة يتهمك هيك تهمي؟ ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. طيب يا رجاها، انت إلك اعداء شي؟ لا يا سيدي ما لي اعداء. Samara.
جرح سمار البدو وحيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب السنين سمارها سمار البدو وحيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب لا تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.